لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله من كان الله له مولى هل يقنط من كرم الله لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله فاسألني أعطيك ما ترجو لا تطلب من غير الله إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله أو كنت كسيرا هل أحد يجبر كسرك غير الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله هل من ذنب لك تخشاه هل فرطت بجنب الله هيا استغفره وسل عفوا من يغفره إلا الله هل من ذنب لك تخشاه هل فرط بجنب الله هيا استغفره وسل عفوا من يغفره إلا الله ما خاب وعزته يا عبد قال بصدق يا مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله وصلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله